درسنا في إطار تعريفنا بالوطن، إذا سنكتشف اليوم أو سنتعرف على مفهومنا للوطن. بالنسبة إليكم، ما هو الوطن؟ الوطن هو المكان الذي نشأ فيه الإنسان أو ولد فيه. الوطن هو البيئة الروحية المرتبطة بالإنسان، وكيان جغرافي تعيش فيه مجموعة بشرية. الذي استقر فيه الإنسان واعتبره موطنا له. الوطن هو موطن الأجداد والآباء. الوطن هو البيئة الروحية تنشأ نتيجة روابط عاطفية ووجدانية. علم الجمهورية التونسية هو علم أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر. اللون الأحمر يشير إلى التضحية والجهاد والفداء، تخليدا إلى النضال الوطني ووفاء لدماء الشهداء. اللون الأبيض هو رمز الصفاء والسلم والتآخي. تم تقسيم مؤخرا البلاد التونسية إلى خمس أقاليم، وهي الإقليم الأول بنزرت بيجا جندوبة والكاف. من أهم المواقع التاريخية في تونس جامع عقبة بن مسرح الجبل ومدينة قطر. العملة الوطنية وهي الدينار، وأهم المعالم الأثرية. أبرز مؤلفين الكتب الأدبية التونسية علي الدعاجي ومحمد العروسي المطوي، ومن أبرز الشعراء التونسيين نجد أبو القاسم الشابي وأحمد خير الدين.